امتداد 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 وطلاب في امتداد. اسمح لي، لا لا ما ابي ما ابي تغريدتك، ما تغريدتك والله امتداد نبي. بس اسمح لي، تغريدتك انت بس لا تتحامل، جايك تراني منك وبيك واخوك وصاحبك وعراقي على راسي. اعطينا صبر، ما يصير هيك. شلون لعد العالم تامن بيكم وتقول بايبا اذا تلزمون حكم ما راح تسوون اجراءات انتقاميه؟ اعطيني صبر. لا عمي ما عدنا، احنا ما عدنا مشروع. وهسه انت الي سقطت كل جنسيتي وانتمائي. المهم لا 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 انا مسامحك. رمضان كريم، رمضان كريم. اني 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 تكلمت عن سياسه المؤسسه اللي تعمل بها. تمام تمام تمام. عنك انت كشخص. اني يعني انسان حر مثل ما اغلب زملائي حر احرار، وهذه المحطه بها مساحه من الحريه، وراح تشوف انت اذا تابعت. اسمع، امتداد اعتقد خدعت تشرين، قدموا لها الدعم بدليل كان وين راحت مبادئك وثوابتك. هذا تغريدتك وانت رافع فيديو. هو يعني هو واعده جمهورهم بشيء وراحوا يعني بطريق اخر، وبالتالي هو هسه في طور الاصطدام مع جمهوره. يعني كان المفروض هو ينمي هذا الجمهور، يقنع المختلفين وياه كان بالراي من خلال انه يثبت مصداقيته معاهم، لكن للاسف سرعان ما انهار. يعني ما بيش وعد، بيش وعد جمهوره وخذله؟ يعني فسر يا ريت لو تسوي لي باشياء يعني رؤوس اقلام حتى استفيد من الملف اكثر. يعني ما يحتاج اني يعني اقولها، هو موجود فيديوهات وموجود منشورات لهم، يعني كالامين العام مال حركه امتداد انه يقول احنا المعارضه، احنا ما راح نكون جزء، احنا ما راح نكذا، هذا كله ما صار يعني.